أعزاء الطلبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلاً وسهلاً ومرحباً بمشاركتكم في هذه الحلقة الجديدة، لتواصلوا دوماً معنا بالدروس العربية. سأكون معكم طوال هذه الحلقة إن شاء الله، فأترككم قليلاً بالفيديو الآتي. هذه القصة التوأم السعيد، هيا نتابع هذه القصة معاً. السلام عليكم ومرحباً بكم. اسمي منير. وأنا منيرة. نحن توأم، ولكن هناك بعض فروق ظاهرة بيننا. أنا ابن وهي بنت. أنا طويلة وهو قصير. أنا سمين وهي نحيفة. أنا خفيفة وهو أثقل. أحب شوكولاتة وهي لا تحبه. يلعب الكرة وأنا لا ألعب الكرة. نحن نعيش سعيدين معا. الطلاب والطالبات، ماذا رأيتم في الفيديو السابق؟ وماذا سمعتم منه؟ نعم، الفيديو قدم لنا القصة عن التوأم السعيد. تعالوا نرى هذه الجمل المختارة من تلك القصة. أنا ابن وهي بنت. أنا سمين وهي نحيف. أحب شوكولاتة وهي لا تحبه. يلعب الكرة وأنا لا ألعب الكرة. لاحظوا أن هناك كلمتين مترادفتين في كل من تلك الجمل. في الجملة الأولى كلمة ابن جاءت مع ضدها بنت، وفي الجملة الثانية كلمة سمين جاءت مع ضدها نحيفة. وفي الجملة الثانية كلمة سمين جاءت مع ضدها نحيفة. وفي الجملة الثالثة كلمة أحب جاءت مع ضدها لا تحب. وفي الجملة الرابعة كلمة يلعب جاءت مع ضدها لا ألعب. فلماذا جاءت هذه الكلمات مع ضدها في الجملة واحدة؟ ما هي الأسرار وراء ذلك؟ ها هو موضوع درسنا في هذه الحلقة، وهو الطباق. وبعد ذلك سنتكلم عن أخي الطباق، وهي المقابلة إن شاء الله. أيها الطلبة، قبل أن نغوص بشكل أعمق في الموضوع، دعوني أن ألفت أنظاركم إلى معايير التعلم المرسومة لهذه الحلقة. ففي نهاية هذا الدرس نرجو أنكم تحصلون على ما يأتي. أولاً، تعريف الطباق والمقابلة. ثانياً، بيان نوع الطباق. وثالثاً، تمييز بين الطباق والمقابلة من الشواهد المختارة. أيها الأعزاء، سنتابع أولاً موضوع الطباق. فما هو الطباق؟ الطباق عند البلاغيين وعند علماء البديع بصفة خاصة
يعتبر من المحسنات البديعية المعنوية، والمقصود به الجمع بين الكلمة وضدها في جملة. ففي المثال السابق، أنا ابن وهي بنت، وأنا سمين وهي نحيفة. لاحظوا أن كلمة ابن وكلمة بنت هما متضادتان تجمعان في جملة واحدة، كذلك كلمة سمين وكلمة نحيفة، فهما كلمتان متضادتان تجمعان في جملة واحدة أيضا. فهنا الجمع بين الكلمتين متضادتين في جملة واحدة نسميها الطباق. فالآن ننتقل إلى أنواع الطباق. الطباق ينقسم إلى نوعين: أولاً الطباق الإيجابي، ثانياً الطباق السلبي. فما الفرق بين الطباق الإيجابي والطباق السلبي؟ هيا نتابع معاً. الطباق الإيجابي هو طباق فيه لفظان لا يختلفان إيجاباً وسلباً، ولكنهما لفظان متضادان معجمياً أو من حيث الدلالة. مثلاً انظروا إلى هذه الجملة: لابد أن نميز بين الخير والشر. هناك لفظان متضادان معجمياً وهما الخير والشر، فهذان اللفظان هما الطباق الإيجابي. الآن لنتأمل النوع الثاني من الطباق، ألا وهو الطباق السلبي. فالمقصود به اللفظان يختلفان إيجاباً وسلباً، فيكون أحدهما مثبتاً والآخر منفياً، كما في قولنا: الناس يعلمون ماضيهم ولا يعلمون مستقبلهم. فاللفظ يعلمون ولا يعلمون متضادان، حيث أن اللفظ يعلمون يأتي إيجابياً مثبتاً، وأما اللفظ لا يعلمون فهو سلبي منفي. وهكذا يكون الطباق السلبي. ونلاحظ الآن أمثلة عن الطباق بأنواعه. أولاً قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لله الأمر من قبل ومن بعد. صدق الله العظيم. فاللفظ قبل هو ضد لفظ بعد. فعندنا الطباق في هذه الآية الكريمة لأن فيها لفظان متضادان معجمياً في جملة واحدة، فهو الطباق الإيجابي. وكذلك في قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنه هو أمات وأحيا. صدق الله العظيم. فكلمة أمات ضد كلمة أحيا،
فنجد فيها الطباق، لأن هناك لفظين متضادين معجميين في جملة واحدة، فهو الطباق الإيجابي. أما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير المال عين ساهرة لعين نائمة، فلفظ ساهرة ضد لفظ نائمة معجميا، فهو الطباق الإيجابي أيضا. أما في قول الشاعر: أطعنا ربنا وعصاه قوم، فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا، هنا وجدنا أن كلمة أطعنا ضد كلمة عصاه، وهو أيضا الطباق الإيجابي. أما في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تخشوا الناس واخشون، هناك أيضا الطباق، ولكنه الطباق السلبي، فكيف يكون كذلك؟ هذا لأن هذه الآية ليست فيها كلمتان متضادتان معجميا، ولكن فيها كلمة اخشون تأتي مثبتا، وكلمة لا تخشوا منفيا، فهما متضادتان في المعنى. وفي مثال آخر: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، فكلمة انظر ولا تنظر متضادتان، وتأتي الأولى مثبتا والثانية منفية باستخدام حرف لا نافية. وفي هذا المثال قد وجدنا الطباق السلبي. هكذا أيها الطلبة، لقد تكلمنا وتعلمنا ما هو الطباق وما أنواعه. هل فهمتم كل ما درسنا قبل قليل؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا نتعلم الآن موضوعنا الثاني، ألا وهو المقابلة. فما هو المقابلة إذن؟ المقصود بالمقابلة هو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر في جملة ما، ثم يؤتى بعد ذلك بما يقابل ذلك على الترتيب، أي يؤتى بضده ما يقابله. ويمكن أن نفهم عن المقابلة من خلال الأمثلة الآتية. في الآية الكريمة قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، صدق الله العظيم. لاحظوا أن في هذه الجملة ألفاظ يحل لهم الطيبات وتقابلها أضدادها في الألفاظ يحرم عليهم الخبائث، وتأتي هذه الأضداد على الترتيب. ففي رتبة الأولى نجد أن الفعل يحل ضده يحرم، ففي الرتبة الثانية حرف لهم ضده عليهم، وفي الرتبة الثالثة كلمة الطيبات ضدها الخبائث. ففي هذه الجملة
نجد مجموعة من المعاني المتوافقة والمتتابعة، وتأتي بعدها معان تقابلها بنفس الترتيب، وهذه هي المقابلة. كذلك في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. صدق الله العظيم. في هذه الجملة لفظان يضحكوا قليلا ويقابلهما ضداهما في اللفظي يبكوا كثيرا، ويأتي هذان الضدان على الترتيب. ففي الرتبة الأولى نجد أن الفعل يضحك ضده يبكو، وفي الرتبة الثانية كلمة قليلا ضدها كثيرا، وهما معنيان متتابعان يأتي بعدهما معنيان بالمقابلة، وكذلك بالترتيب. أما في قول الشاعر وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله، ألفاظ باسط خير فيكم بيمينه تقابلها أضدادها في ألفاظ قابضوا شر عنكم بشماله، وتأتي هذه الأضداد على الترتيب. فكلمة باسط في الشطر الأول يقابلها قابض وهي ضد، وخير يقابله شر، وفيكم يقابله عنكم، وبيمينه يقابله بشماله. وقلنا كلما عندنا معنيان أو أكثر فهي المقابلة. وفي المثال الآخر كدر الجماعة خير من صفو الفرقة، هنا نلاحظ أن لفظين كدر الجماعة يقابلهما ضداهما في لفظي صفو الفرقة، ويأتي هذان الضدان على الترتيب. فكلمة كدر يقابلها صفوي، وكلمة الجماعة يقابلها الفرقة. وقلنا كلما عندنا معنيان أو أكثر فهي المقابلة. يبدو أننا قد انتهينا من عرض محتويات الموضوع، فتأتي إلينا الآن التطبيقات والتدريبات المتعلقة، فأترككم قليلاً لإجابة الأسئلة الآتية. ميز الطباق الإيجابي والطباق السلبي فيما يأتي. أولاً، قال الله تعالى في كتابه العزيز لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ثانياً، الدهر يوماً، يوم لك ويوم عليك. كيف يا طلبتي؟ هل تستطيعون أن تجيبوا هذه الأسئلة؟ فهيا معاً نحاول إجابة الأسئلة الآتية. السؤال هو ميز الطباق الإيجابي والطباق السلبي فيما يأتي. نبدأ بالجملة الأولى، قال الله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ما نوع الطباق في الجملة؟ نعم، الطباق الإيجابي،
لأن كلمة صغيرة ضد كبيرة، وهما كلمتان مثبتان. ونأتي إلى الجملة الثانية: الدهر يوما، يوم لك ويوم عليك. أيهما الصحيح؟ الطباق الإيجابي أو الطباق السلبي؟ بالضبط، الطباق الإيجابي، لأن كلمة لك ضد عليك. ولاحظنا أن كلمتين متضادتين هنا من الحرف، ولذلك الطباق يمكن أن يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين كما في الجملة. وننتقل الآن إلى التدريب الثاني. حاولوا أيضاً أن تجيبوا هذه الأسئلة، فأترككم قليلاً لإجابتها. بيّن مواضع المقابلة فيما يأتي. أولاً، العدو يظهر السيئة ويخفي الحسنة. ثانياً، غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. كيف يا طلبتي؟ هل تستطيعون أن تجيبوها هذه المرة؟ هيا نناقش الإجابة معا. السؤال هو: بيّن مواضع المقابلة فيما يأتي. فالمقصود به تعيين مواقع المقابلة في الجملة. الجملة الأولى: العدو يظهر السيئة ويخفي الحسنة. أين المقابلة في الجملة؟ صحيح، فالمقابلة هنا يظهر ضد يخفي، والسيئة ضد الحسنة. ممتاز. أما في الجملة الثانية: غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. ما هو الإجابة الصحيحة يا ترى؟ أحسنتم، المقابلة هنا هي الجاهل قوله، العاقل فعله، حيث أن كلمة الجاهل ضد كلمة العاقل، وكلمة قوله ضد كلمة فعله. فالآن أيها الطلبة، نأتي إلى التدريب الأخير، فأترككم قليلاً لإجابتها. ميز الطباق من مقابلة فيما يأتي. أولاً، أحياناً يسكت الطالب في الفصل وأحياناً يتكلم فيه. ثانياً، كن صالحاً نافعاً ولا تكن طالحاً ضاراً. السؤال هو: ميز طباق من المقابلة فيما يأتي. فالسؤال يريدنا أن نميز الطباق والمقابلة في الجملة. في الجملة الأولى: أحياناً يسكت الطالب في الفصل وأحياناً يتكلم فيه. هل في هذه الجملة الطباق أم مقابلة؟ نعم، إجابتكم صحيحة، وهي الطباق، لأن فيها لفظين متضادين وهما كلمة يسكت مع ضدها كلمة يتكلم. أما في الجملة الثانية: كن صالحا نافعا
ولا تكن طالحا ضارا. يبدو أن فيها المقابلة لوجود معنيين متوافقين في صالحا نافعا، ثم يقابلها معنيان مضادان على الترتيب في طالحا ضارا، فكلمة صالحا ضدها طالحا، وكلمة نافعا ضدها ضارا. وهكذا انتهينا من التدريبات لهذه الموضوع الممتع. الحمد لله، أرجو أنكم تفهمون هذا الدرس فهما جيدا وقادرون لإجابة التدريبات الأخرى إجابة صحيحة إن شاء الله. أيها الطلبة الأحباء، إذن ماذا نستنتج من درسنا اليوم؟ نستنتج ما يأتي: إن الطباق هو الجمع بين اللفظ وضدها في سياق الكلام، وقد يكون بين اسمين أو فعلين أو حرفين. والطباق نوعان: الطباق الإيجابي هو إراد المتضادين في صيغة الإثبات، والطباق السلبي هو ما اشتمل لأحد متضاديه على مكون النفي. ونستنتج أيضاً أعزائي الطلاب والطالبات أن المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. وأخيراً قد استنتجنا أن الفرق بين الطباق والمقابلة ما يلي: أولاً، أن الطباق لا يكون إلا مقابلة بين ضدين فقط، أما المقابلة فتكون بين أكثر من ضدين اثنين، ويشترط فيها الترتيب. ثانياً، أن الطباق لا يكون إلا في الألفاظ، فأما المقابلة فيمكن أن تكون في الألفاظ أو في المعاني. هكذا أبنائي الأعزاء، هذا ما تيسر بيانه في هذه الحصة، لعلكم وجدتموه مفيداً وفهمتموه فهماً جيداً صحيحاً، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.